استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من قضاة وقاضية مجلس الدولة للاطلاع على مرافق وكيانات الأكاديمية ومنظومة إعداد رجال الشرطة على المستويين المحلي والدولي، وهو ما يأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الداخلية ومجلس الدولة لإنفاذ القانون وتحقيق الأمن. رجال الشرطة مع قضاة مصر شركاء في تطبيق وإنفاذ القانون لضمان العدالة الناجزة وتحقيق الأمن والاستقرار. من هنا تأتي أهمية التواصل والتعاون بين الجانبين، والذي بدا واضحا هنا في استقبال أكاديمية الشرطة لوفد من قضاة وقاضيات مجلس الدولة. زيارة بدأت بالتعرف على أنشطة وكيانات الأكاديمية من خلال عرض فيلم تسجيلي يوضح ذلك، فضلا عن التعرف على آليات اختيار طلبة كليات الشرطة. في إطار التعاون المشترك والدائم والمستمر بين مجلس الدولة وبين وزارة الداخلية لتحقيق مزيد من التكامل والتعاون ومشاركة الرؤى وتبادل المعلومات والاطلاع على آخر مستجدات الأداء والتقييم في المجالات المشتركة بين مجلس الدولة وبين أكاديمية الشرطة. أعقب ذلك جولة قام بها القضاة لمرافق الأكاديمية المتنوعة، شملت مركز بحوث الشرطة وإمكاناته التعليمية والتدريبية لتدريب الكوادر الأمنية من الدول الأفريقية والشقيقة، وكلية الدراسات العليا، حيث تعرفوا على دورها في إعداد وتأهيل ضباط الوزارة للحصول على الدرجات العلمية العليا. وانتقل الوفد إلى المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، والذي أنشأته وزارة الداخلية مؤخراً للمساهمة في تدريب الكوادر الأمنية المحلية والأجنبية المشاركة في عمليات حفظ السلام. أكاديمية الشرطة طبعاً دايماً ليها الدور الأهم والرائد في إعداد الضابط والشخصية المسؤولة عن حفظ السلم والأمان في البلد. اتفرجنا على مقاطع مختلفة للتدريبات اللي بيمر بيها ضباط الشرطة في الأقسام المختلفة، وقدرنا احنا نتعرف على دور الأكاديمية المحلي والدولي والأسس التعاون اللي بتتم بينها وبين الدول المختلفة وخاصة الدول الأفريقية. شاهد القضاء والقاضيات بعد ذلك وخلال جولة مفتوحة داخل الأكاديمية جانبا من التدريبات العملية التي يؤديها طلاب كلية الشرطة في الميادين التدريبية المتنوعة، والتي تسهم في رفع درجة استعدادهم القتالي والبدني، ما يؤهلهم لأداء رسالة الأمن بكفاءة وفعالية. في خلال زيارتنا الميدانية اللي تمت اليوم طبعا لمسنا التطور التكنولوجي في تدريب طلبة كليات الشرطة، وده كان ملموس جدا في المواضيع العلمية اللي تم عرضها علينا أو مختلف التدريبات اللي احنا لمسناها النهاردة. كل اللي بيتم في كلية الشرطة ده صرح عالمي، مش هنقدر نقول عليه حتى صرح مصري، بس بيتم على أعلى المستويات الأنشطة والمهارات اللي بيتم الطالب ان هو بياخدها. لفت نظري برضو المكتبة الرقمية والتطور الهائل اللي حاصل فيها، مجموعة الكتب اللي تم عرضها والأبحاث ورسائل الدكتوراه اللي موجودة بالأكاديمية، طبعا قاعات التدريب شفناها مبهرة. كما تفقدوا ميادين التدريب الفني الأمني على أعمال التخصص الوظيفي، وانتقل الوفد بعد ذلك إلى مشاهدة عروض الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. تنظيم أكثر من رائع، عروض متميزة، تطور مستمر في أكاديمية الشرطة من أجل بناء جيل قوي. ما شاهده الوفد يؤكد على إمكانات متميزة تتمتع بها أكاديمية الشرطة، تسهم في تخريج ضابط شرطة عصري مميز علميا وأمنيا وتدريبيا، مؤهلا لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.